إن هذه الأزمة المتعددة الأبعاد تثبت فشل النظام الحالي في الاستجابة لحاجيات الموريتانيين الأساسية، كما توضح افتقار النظام الحالي إلى رؤية وإرادة سياسية تمكنان من إجراء الإصلاحات الضرورية للتخفيف عن المواطنين. ويخشى أن يكون التشاور الذي بدأ متأخراً بين القوى السياسية أو مؤخراً بين القوى السياسية مجرد فرصة لمنح السلطة المزيد من كسب الوقت وبعث أمل سيفضي سريعاً إلى خيبة أمل مدوية. ويخشى أن يكون التشاور الذي بدأ متأخراً بين القوى السياسية مجرد فرصة لمنح السلطة المزيد من كسب الوقت وبعث أمل سيفضي إلى خيبة أمل مدوية. وأمام هذا الركود الشامل يشكل هذا النداء فرصة لخلق ديناميكية جديدة بين القوى السياسية أحزاباً وشخصيات ومنظمات من أجل إعطاء دفع جديد لقوى المعارضة الجادة. وهدفنا هو طبعاً عن بعد ياسر من تأمل ودراسة الوضع ومراقبة الوضع ومواكبة الحال، شفنا عن موريتانيا اليوم وضع خطير وخطير جدا، وشفنا عنها وعد الانهيار الكلي، وشفنا عن الدولة في انحطاط ما قط لحقته في التاريخ، وشفنا عن فم غاية كبيرة وملحة عن القوة الحية في البلد توقف وقفة مواجهة الوضع اللي هو وتمد ايديها لكل مرن القيمين والطيبين في هذا البلد اللي بحقها يحلموا موريتانيا قوية ثابتة محتضنة جميع مكوناتها. Dans le cadre de la réforme du système éducatif en la première à intervenir, c'est Madame. Merci. Nous voulons demander, mais auparavant, nous allons procéder. Ensemble, nous avons engagé. La première à intervenir, c'est Madame. Merci beaucoup.